ورحمة الله وبركاته شباب، النهارده فيديو جديد، والنهارده هنشتري الباتل باس. يلا بسم الله. هعمل كونفيرم ولا ما اعملش؟ صراحه يعني صاحبي قريب معايا على التليفون، اشتريه ولا مشتريهش؟ طب انت يعني اشمعنى يعني لما جيت يعني قبل التصوير قلت لي يعني اشتري دير ان انت تعمل تشتري باتل باس ليه؟ هشتري حاجة. اشتريت. اخيرا يا شباب اشتريته. طبعا دلوقتي انا هقفل معاه ودلوقتي بقى هبقى اشوف بقى السكنات الجديدة كده. ثانية في ثانية. To claim this reward you must first claim all the other rewards. عشان هو عايزني اعمل حاجة كده غير سفاتاتة. الله حرام اللي بيعملوه فيا. ايه مدري بك. عشان كده اشتريت في القائمة دي. اشتريت بقى معايا 200 دي بوكس. لحظة هاري الفيلم عايزين اشتري ايه تاني؟ يا لهوي انت سامعني يا باي؟ عشان كده انا اشتريت كل حاجة. اشتريها ايه الاول في الحاجة؟ يا لهوي معيش ستوري. انا بس عايز اعدي ليفل واحد بس. اصل انا صرفتهم كلهم خلاص بقى. ايه رايك؟ بص هلبس لك دلوقتي اللي انا خدته من البيت الفلوس. هلبسه لك كله. بص اليرت. بص انا هقفل معاك ونتكلم في الجيم. يلا دوس ريدي. انا هدوس ريدي دلوقتي. يلا سلام. طب شباب زي احنا دلوقتي نلعب جيم كده احسن. الله سلام. اشتريت كل حاجة. انا بصور جيم. تشتري الباتل باس بعد يجيم على طول. ايه؟ لازم لما تشتري الباتل باس بعد يجيم على طول. ماشي. الله. جبت الباتل باس يعني اهو. جبت الباتل باس. جبته. ايه المشكلة يعني؟ مش هتجيبه؟ انا جبته عشان انا راجل وقد كلمتي وقلت هجيبه يعني هجيبه. مش انت قلت لي دير وانا المفروض انا
ماشي ننزل هنا بقى. ماشي انا عرفت ان انا لو جبت الباتل باس لازم اوصل ليفل 80. ليه؟ عشان هيكون معايا 950 في بوكس، لازم اوصل ليفل 80. معايا 100، فلازم اوصل ليفل 80. 100 بس؟ ايه اه. طب ما فين السيزونات اللي فاتت؟ كانوا بيجيبوا لي بوكس على فكره. لا ما انا ما صرفته. في ايه؟ لا انا صوت وقعدت لحد قبل كده جدا. 900 ان شاء الله. انا جم... اخر ابي اخر يعني حاجه انا جمعتها 1100. ماشي انت جامع كام في بوكس؟ 200. 200؟ عادي نحاول على الليفلات بسرعه. لازم تعمل مهمات بقى عشان تعرف تعمل ليفل عشان تاخد حاجة. لا الليفلات دي بتحرقني لما مش ليفلات مهمات قصدك. مهمات سوري. مضطر والله. مش انا عرفت انا هاخد البنجز والميدكتس ازاي. هوقع نفسي واقعد اخد كتير. انا ايه بندجز؟ انا معايا خمسة. معايا خمسة. ماما حلوة اوي الجيتار ده. واقع يا واقع يا لهوي. شكر شكر هيعمل ثانية واحد بس اخد المسدس ده عشان عايزه. سيبني مش وقته يا ابني. استنى عشان جاي بس. كان زماننا والله خلص. استنى بس عشان الواد بيضربني. هو فينه اصلا؟ اهي هناك اهو. يا ابن ال كل اخوك انت تموت. ايه؟ جايلك. ايه ده انت قتلته دي الكلاية بتاعتي؟ جايلك. هو في حد تاني؟ معرفش. انا قتلت قتلت حد قتلت ثلاثة. انا هو حد معاك مينيز؟ انا معيش نص جنيه. انا معيش نص جنيه. طب خد خد بقى ال خد البندجز. خد دي. لا دي مش عايز مش عايز انا مش عايز الحاجات دي. البامب نفع. البامب ايه؟ نفع. هو بس يعني في عذر بس ان هو بامب اسمه بامب. ما انا عشان انا اصلا لا ما ولا حاجه اسمه البامب. البامب حلو. جدا معايا اللزق. انا معايا الاخضر. انا محتاجه اكسر حاجات واوقع نفسي عشان اخد بانجيز. والله في واحد. طب اتكسر يعني يوم ما اتكسر حاجه اتكسر البنزين. يا يوسف كتر حد عشان ما تحب يبقى. هو هما اتنين ولا واحد؟ لا هم كتير ما تعدش يا جيم. انا لازم اجي؟ لا بص هم مشوا خلاص. يلا الله يرحم. بص خد بقى الريبوت كارد دي وخش على الريبوت بقى على طول. يلي هو ماشي يا ماشي يا ماشي. عايز يعني عايزني يعني اضحك عليك؟
ماشي يا طب ماشي دلوقتي اسكت بقى. ماشي يا بنت، انتهت حلقتنا النهارده. يا رب يكون عجبتكم الفيديو، متنساش بقى احلى لايك وشير وسبسكرايب. سلام تيتون.